بس الطعم الأصلي للكشري المصري. سمعنا كثير عن الكشري المصري سابقا بالافلام بالمسلسلات، وباعتبار يعني نحن شعب واحد ثقافي وحده تقريبا، ومصر كانت يعني من زمان يعني بنسمع بمصر، ومصر دوله عربيه معروفه يعني واستضافت السوريين بشكل كثير كبير، فنحن يعني بنحب الثقافه المصريه، ثقافه وحده نحن تقريبا نحن ومصر. فسمعنا انه في كشري مصري هون، فحبينا نجي نجرب ندوق هالاكله هاي، وكانت تجربه مميزه يعني باعتبار اول تجربه. هلا هون نحن عم نبيع اكل كشري، نحن بائع اكل كشري، اكل شعبي مصري وتراثي معروف في مصر، وعندنا هون بادلب ماي معروف، وحبينا نطرح الفكره هون ونجرب هالاكل هون. مكوناتها الرز بشعيري مع المعكرونه والعدس بحمص وبصل مقلى، وفي الصلصه وفي الحمض اللي هو ليمون وتوم. طبعا انا ماشي بالشارع هون بادلب المحافظه المدينه، الله يحمي ادلب وشعبها، فشفت عرباية مكتوب كشري اكله مصريه وحبيت اني اجربها، وكثير طيبه. تحياتنا لاهل مصر، طبعا مصر الوحيده اللي استقبلت السوري كضيف وليس كلاجئ، كضيف، والتراث الدمشقي والسوري والشامي كلهم صاروا بمصر، فنحن الشباب حبوا انه يحيوا التراث المصري هون بادلب المحافظه بادلب الحره. وتحيه من ادلب الحرة الأبية لأهل مصر وشعب مصر بأجمع. مهرين من هون والله، ولا شفنا هاللافة هاي مكتوب عليه الكشري، أكل غريبي بس بقى جربناها وكثير طيبة، أكل تراثي يعني، هي اسمها غريب بس بقى ولكن طيبة، وأول مرة يعني نحن بنشوفها هون بأدلب عندنا بمنطقتنا. ومثل ما الثقافة السورية انتشرت في مصر مثل أكلة الشاورما، ولا الثقافة المصرية عندنا هون إن شاء الله عم تنتشر، وجربناها أكلة كتير طيبة، يا بنصح الناس تجي تدوقها طيبة كتير.